بالنسبة يعني المواطن العراقي تعرف يحاول يعني بطريقة أخرى أنه يعرف الآلية وحذافير التعداد وما شابه ذلك. بالنسبة اللي ما يريد من المواطنين، إذا تحب توجه له رسالة، اللي يتملص من التعداد أو يكون مهمل، أكو نتائج وخيمة عليه شخصيا؟ هي حقيقة ما في عقوبات، يعني زين، ليست هناك طيب. عقوبات، ولكن هدفنا هو يعني احنا يعني يتم يعني هو الأساس التنمية هو المواطن. زين، بالتالي انت كل ما تكون مواطن يعني هدفك او تسعى الى اعطاء بيان صحيح او معلومة صحيحة، نعم، انت راح تساهم في بناء مجتمعك، ودولة مجتمعات مؤسسات. ودولة مؤسسات. مجتمعك هذا ليس إليك فقط، لأولادك، لأجيالك المستقبلية. نعم، بالتالي ساهمتك في التعداد هي عملية ليس لليوم زين، نتائجها ولكن للغد، طيب. للمستقبل الأجيال. أنت كل ما تساهم في هذا العمل بشكل يعني طوعي وبشكل يعني صحيح، كل ما أنت تساهم في بناء بلد عانى كثير من الويلات بسبب الحروب وبسبب كثير من المشاكل الأخرى. فأنت مساهمتك في هذا التعداد طيب، هي مساهمة لبناء بلد زين، وفق الآليات الصحيحة اللي نعتمدها طيب مستقبلا إن أستاذ شاء الله. سمير، يعني باعتبارك مختص بهذا الجانب، شنو اللي ضمنته بشكل عام استمارة التعداد؟ الاستمارة حقيقة تضم 75 تقريبا 75 سؤال، زين، تتضمن خصائص التعليمية، يعني الالتحاق بالتعليم، تسرب من التعليم، الجانب الخاص بالعمل يعني النشاط الاقتصادي، المهن، الجانب الخاص بالصعوبات اللي تواجه يعني عنده مثلا إعاقة في البصر، إعاقة في السمع، في كثير من الأمور، في الحركة، في كثير من الأمور، إضافة إلى أسئلة الهجرة، التنقلات، طيب، من جاي وين، يعني أسبابها النزوح والتهجير وكثير من الأمور زين، الأخرى، طيب. إضافة إلى أسئلة خاصة بالخصوبة، خصوبة المرأة العراقية، والأسئلة الخاصة بالوفيات اللي تحدث للأسرة، وكثير من المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية وبطاقة التموينية، والأسئلة الخاصة بال يعني هو اللي راح يكون شوية يعني مبدأ يعني السلع المعمرة، زين، لهذا أثار كثير من هو اللغط. هذا أنا جايك بيه، يعني شنو دخله بقضية التنمية الخاصة بالمواطن العراقي؟ أثار الحقيقة هذا السؤال كثير من اللغط، والجواب هو كالآتي. زين، الناس تتخوف أنه حيصير ربط بين هذا السؤال وبين استمارة الضرائب. الرعاية الاجتماعية، زين، وأنا يعني أشير بجدية أنه هذا الأمر أبدا ما راح يحصل، زين، لأن يعني أي معلومة يضمها التعداد ما راح تزود بها مؤسسة الرعاية الاجتماعية. زين، بالتالي خلي يطمئن المواطن انه اي معلومه خاصه بهذه ما راح تؤخذ، وما راح تحدد انه هذا يعني تحجب عنه زين، راتب الرعايه او طيب، يعني تحجب عنه اي سؤال. زين، السؤال هذا من ضمن توصيات الامم المتحده، اشارت بشكل واضح وصريح زين، الى ضروره وجود سؤال عن السلع المعمره او الاجهزه اللي تستخدمها الاسر. طيب، واحده من المتغيرات اللي تدخل ضمن تكوينه خارطه الفقر او كون الأسرة هذه فقيرة هو واحد من 6 متغيرات، هو هذا السؤال. زين، بالتالي أكو كثير من المتغيرات الأخرى، يلا نقدر نقول هذه الأسرة تقع تحت خط الفقر أو طيب، فوق خط الفقر، واحدة من المؤشرات اللي هو هذا، ليس بالضرورة أنه هو هذا يعني إلى علاقة بقانون الرعاية الاجتماعية أو راتب الرعاية الاجتماعية. يعني إضافة إلى ذلك نعم، أستاذ سعد لو تفضل تسمح لي تفضل في أستاذ دقيقة، سمير، تفضل. موضوع تعرف حضرتك تجزئة الوحدات السكنية، تعرف نعم، المساكن سابقا كانت 300 و600 و200 مساحات واسعة. مساحات واسعة، وكان استخدام الأجهزة الكهربائية على العموم كان يعني بحدود الضيقة، طيب، فهذا البيت اللي كان 200 متر صار هسه حدود 4 5 بيوت. صح، هاي ال5 بيوت كل بيت صار بيه جهازين تبريد، يعني سبلت او اير كونديشن، ثلاجات كثير، صار صحب على الطاقة الكهربائية، طيب، المحولات اللي موجودة في المناطق محلات يعني محولات نعم، محدودة يعني السعة. نعم، بالتالي احنا يعني في هذه النتائج راح منطي إيعاز إلى وزارة الكهرباء، يا وزارة الكهرباء هذه المنطقة اللي أنت ساكن فيها أخي المواطن، نعم، الكمية الأجهزة اللي بيها تسحب طاقة أكثر من المحولة اللي موجودة، فيا كهرباء، يا وزارة الكهرباء غيروا هاي المحولات حتى توفون
بالشروط. هي فائدة للمواطن وليس العكس. الأمور الأخرى أخذها المواطن هي سلبية. والإشاعات تعرف ساعة تنتشر طبعا. بشكل صح أكو إشاعات تنتشر بشكل يعني السلبية خاصة نعم. تنتشر بشكل أوسع من يعني الإشاعة الإيجابية وهذا حال مجتمعنا يعني.